بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. من موقع وزارة الأوقاف نحييكم، ونحن نقدم لكم هذه السهرة الرمضانية القرآنية في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الذي يمتلئ بالنفحات الطيبات، ولما لا وهو فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فيها تجلت عناية الله العلي القدير على عباده المؤمنين وعلى رسوله الأمين ببدء نزول القرآن الكريم على رسوله الأمين. فعما إشراقه آفاق الفكر البشري، ومحى جاهلية الاعتقاد، وصحح مسار العقيدة بالحق والبرهان. ففي قصصه عبر، وفي تشريعاته حكم بها تزكو الأنفس وتطمئن القلوب. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى هذه السهرة الرمضانية التي نفتتحها بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابين
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. إخوة الإيمان والإسلام، إن من الخصال الطيبات التي يستحب أن يتميز ويتحلى بها المسلم هي صفة العفو، وخاصة عندما يكون العفو عن مقدرة. إخوة الإيمان والإسلام، عن هذه الخصلة الطيبة، خصلة العفو وهذه الصفة العظيمة، نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد وحيد مرداش من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأعطران الأزهران، الأشرفان الأنوران، على سيد ولد عدنان نبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فإن عفو الله عز وجل وسعة رحمته بعباده لا تستقصيه العبارات ولا تصفه الكلمات، فسبحانه هو الرؤوف وهو الرحيم وهو العفو وهو الغفور. فسبحانه وتعالى عطاؤه موفور، وكرمه مسبول، وجوده موفور سبحانه وتعالى، يعطي ويمنح ويجود ويصفح. سبحانه سمى نفسه رؤوفا رحيما عفوا، وجاء لفظ العفو في القرآن في مواضع عدة، وسمى سبحانه وتعالى نفسه العفو في 5 مواضع في القرآن الكريم. وجاء العفو في القرآن على معنيين: المعنى الأول بمعنى الفضل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ويأتي بمعنى المحو والإزالة، كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أخي الحبيب، يا صاحب الذنب، إذا استثقلت ذنبك فلز بباب الله عز وجل واجأر إليه وقل: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. أخي الحبيب، ضرب لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في عفو الله عز وجل،
كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل له: أظلمك كتبتي؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: لا، بل إن لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم لك، لا ظلم عليك اليوم. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيئا. وأنت على أعتاب الشهر الكريم، كن دائما صاحب عفو، فإن الله عز وجل يرسل أملاكا منادية: أين الذين كانوا يعفون في الدنيا؟ ولله در القائل. سيرسل الله أملاكا منادية: هيا لرب مطعم كاس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن خصلة العفو، والتي ينبغي أن يتميز بها كل مسلم على وجه هذه الأرض، استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى فضيلة الشيخ أحمد وحيد مرداش من شباب علماء وزارة الأوقاف. أما الآن فمع دوحة الابتهال والدعاء مع المبتهل الشيخ أحمد فرحان. سيدي يا رسول الله، صف الفؤاد بأن تحب محمدا، فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى. صف الفؤاد، نقي الفؤاد، صف الفؤاد بأن تحب محمدا، فالحب فيه يضيء وجه من اهتدى، فبحبه سر الوصول، فبحب الحبيب، فبحب الشفيع، فبحبه سر الأصول لربه، فبحبه سر الأصول، فبحبه سر الوصول لربه، من يصدق الإيمان فيه تفردا،
والعمر من أفناه دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى. والعمر والعمر من أفنى دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى. والعمر من أفناه دون مودة نحو الحبيب فما أحب وما اقتدى. قلبي شهيد الحب، قلبي شهيد الحب، قلبي فؤادي، قلبي فؤادي، قلبي شهيد الحب رغم حياته، قلبي شهيد الحب رغم حياتي. والنبض فيه يقول دوما أحمدا. يكفي الوجود من القلوب، يكفي القلوب من الوجود وما به شرفا بأن تهوى الحبيب. يكفي القلوب من الوجود وما به شرفا فخرا. يكفي القلوب من الوجود وما به شرفا بأن تهوى الحبيب محمداً.